لم يكتف المغرب باضطهاد الشعب الصحراوي والتنكيل به بأبشع الطرق، بل تعدى ذلك بسياسة أخطر من خلال محاولته تضليل الرأي العام وممارسة التعتيم على قضية شعب لا يطالب إلا باستقلاله. المغرب توجه اليوم إلى شراء الذمم بمبالغ طائلة. هذا شيء مؤسف ما وصلت إليه وسائل الإعلام والمواقف السياسية والمؤسسات. التمويل المغربي منع من تحقيق العدالة، فالكل متواطئ في هذه الجريمة. نعم، إنها جريمة. أن تستعمر، أن تضطهد، أن تنهب الثروات، هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. غالبية الإعلاميين هم أبواق مأجورة للمخزن المغربي ولا تساهم بتاتا في نشر الحقائق، بل العكس، بل تضليل الرأي العام خاصة المغربي وبث يعني نفث يعني سموم الفتنة والضغينة بين الشعبين الشقيقين. يستمر نظام المخزن في سياسته التضليلية لكسب مؤيدين وإقناعهم أنه صاحب حق، وبالمقابل يستمر نضال الشعب الصحراوي وبعض المؤيدين للقضية. في آخر يوم من الندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة المنعقدة بالجزائر، تعالت الأصوات حول ضرورة التحرك لنصرة آخر مستعمرات القارة الإفريقية. ما أطلبه منكم هو أن تجهزوا وقفات كل في بلاده أمام مجلس رئاسة الوزراء وأمام البرلمان لتعلنوا هذه الوقفات، فيها وقف الانتهاكات والسحل والاعتقال والتسميم في الأراضي المحتلة. نحن كلنا مسؤولون عن الوضعية في الصحراء الغربية اليوم، وكلنا مسؤولون عن عدم احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاناة الشعب الصحراوي. يجب أن نركز مع الشعب الصحراوي. منظمة الأمم المتحدة ينتظر منها إيجاد الحلول من أجل تقرير مصير الشعوب وحرية حقوق الإنسان. دعم قضية الصحراء الغربية ليس بحاجة إلى تحرك المجتمع الدولي وحده. من الضروري اليوم تحرك جامعة الدول العربية التي اعتبرها الكثيرون بالغائب الأكبر عن الملف. الجامعة العربية لها دور في إنهاء هذه المشاكل اللي أنا شايف إن هي مشاكل بينية بين الدول العربية بعضها البعض، والشعب الصحراوي شعب عربي، والمملكة المغربية شعب عربي، فالأشقاء والجامعة العربية لها دور كبير جدا. أنا شايف إنه دور غائب. ليه؟ برضو دي محتاجة يعني إجابات من المتخصصين والمهتمين. التنفيذ السريع لتوصيات مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة وكسر الحصار الإعلامي المفروض من قبل الاحتلال المغربي رهان كبير ينبغي بلوغه في أقرب الآجال.